سيداتي انساتي سادتي ايها الاحبه مشاهدي قنوات بي ان سبورتس الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله جميع اوقاتكم جميعا بكل خير. ميسي يمسي على الجميع وبرشلونه يمسي على الجميع في عاصمه الاندلس اشبيليا في ملعب بنتو فيا مارين. حوالي 55,000 متفرج حضروا لمشاهدة ميسي بطبيعة الحال ولمؤازرة ريال بيتيس فريق مدينة أشبيليا الفريق الآخر بالضيافة ملعب بنتو فيا مارين. الله، حلوة حلوة التسديدة، أرضية قوية من إغواردادو اللاعب الدولي المكسيكي اللي يسدد الكرة ولكنها إلى خارج كين. وبيتيس هو الأخطر الآن، الضربة الركنية لعبت ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. الكرة عند حارس المرمى الذي أضاع ضربة جزاء أمام إسبانيول في الكأس بكرة ريال بيتيس لعطاله. حقيقة المدرجات تؤازر وتشجع بقوة، ومحاولة أخرى لريال بيتيس من خواكين لكن كرته إلى خارج أرضية الملعب. هذا خواكين بالماس وأندية صغيرة أخرى. محاولة برشلونة، التسديدة عالية عالية جدا عالية جدا، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أندري غوميش لاعبين، هذا واحد منهم اللي هو جوردي ألبا يحولها ولكن تصل ريال بيتيس. بدوا خطرين ممكن يسجلون، التسديدة ولكنها عالية إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت على سيرخي روبرتو لكفاريت ينقلها مرة أخرى إلى ميسي. ميسي لراكيتيش ممكن يسدد. حلوة حلوة حلوة، استقبال جيد من حارس المرمى. سواريز سيطر عليها، لويس سواريز طلب الكرة في الجهة اليسرى، تحولت في الجهة اليسرى، التسديدة مباشرة من ميسي لكنها إلى خارج أرضية الملعب. قدامك ميسي وصل الآن إلى سن 30 سنة، في الوقت الحالي هو أحسن من كريستيانو، لكن يعني يمكن مثلا بعد السبعة تتغير الأحوال. في الليغا بالكرة الخطيرة جدا، راكيتيتش يسدد لكنها إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة راكيتيتش، حكم المباراة يطر عليه ممكن يمرر لأن جوردي ألبا ماخذ المكان في الجهة اليسرى. الآن لويس سواريز يقف في موقف تسلل، يعني كرة وصلت خطيرة، لكن أعتقد يمكن يكون أول المغادرين وأول ترسيجن. يسيطر عليه لاعب ريال بيتيس المتقدم في هذه اللقطة تيو، لكنها تصطد التحول إلى كذي المباراة. إيقاع المباراة بهذا الشكل ممكن نشوف الهدف الأول. الله، يظل لويس سواريز بالكرة التي تصل إلى رويز، التسديدة عند حارس المرمى تير شتيغن. بدنا نشوف يعني مناوشات حقيقية، وأمامه المتقدم سيرخي روبرتو يحولها ولكنها تصل. الشوط الأول والشوط الثاني غير، ميسي يتقدم، راكيتيتش جول جول برشلونة بواسطة راكيتيتش، تقدم مع ميسي ولكن حط الكرة في مرمى آدان مسجلا الهدف الأول. هي واضحة، المباراة واضحة، الأمور واضحة، يعمل على تسجيل الهدف الثاني أكيد، يأمن نتيجة المباراة، بيأمن نتيجة المباراة. ميسي يأمن نتيجة المباراة ويسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال بيتيس. هدف أول من راكيتيتش، هدف ثاني من ميسي، وبالتالي يعني في نفس المكان يتقدم ميسي بنفس المكان اللي تقدم منه راكيتيتش. على البال وما في ردها، بس في بعض اللاعبين الله الله الله، جول جول الثالث لبرشلونة، هو نفس اللاعب اللي أتحدث عنه قبل قليل لويس سواريز. حط الكرة في مرمى آدان. ريال بيتيس صمد في الشوط الأول، ينهار الآن في الشوط الثاني ويتلقى الأهداف بشكل يعني شعب ريال بيتيس على روبن كاترو. هذا ميسي يمكن يمسي بالجول الرابع.
الرابع لميسي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الهاتريك رقم 40، لأن هذا هو الهدف الثاني لميسي في هذه المباراة، الهدف الرابع لبرشلونة. صارت 4-0. أكم اسم الريال هذا؟ لويس سواريز الخامس. لا، الكرة مقطوعة، الكرة مقطوعة وضيع. باولينيو بقى على قائمة البدلاء كثيرا، ومشروع تسجيل الهدف الخامس. جول الخامس لبرشلونة، لويس سواريز وصل الآن إلى الهدف رقم 100 في الليغا. صار